الحين الناس اللي مسافرة أو اللي بيسافرون شفتوا اللوك اللي أنا فيه، شي قميص وشعر كله ماي، تدرون شنو العطر المناسب إنكم ترشونه قبل لا تطلعون مع هذا الماي والقميص؟ بعد التان إمباير، إمباير طبعا من أيام الله، أكثر شيء راح يحبون هالعطر الشباب، شباب اللي يتابعوني شباب راح يتيونون على إمباير، أنا صراحة أحبه. كذي بعد الشاور أرشع القميص، خيالي وريحته ثابتة وحجمه فظيع، بحط لكم صورته.